انت حد مأجرك عليا يا بيت؟ حرام سماعه لو هيعطلك عن أداء الصلاة على ميعادها أو هيعطلك عن شغل. عشان نبقى متفقين. كان لا يقول على الست أم كلثوم، أم كلثوم ضاربة في العمق. ليه ما يسمعش علي حجار مثلا؟ ربنا يديله الصحة وطول العمر. أكيد مغني رائع وعظيم. أكيد بحب أخوها أحمد أكتر منه. بتحب أحمد أكتر؟ أها. الراجل يتجوز يا أختي على مراته لا يقول لها ولا يجيب لها سيرة، وجوازته صحيحة 100%. ولا في حاجة اسمها شبكة، ولا حاجة اسمها قايمة، ولا حاجة اسمها قاعدة، ولا أي حاجة خالص. جواز عندنا سهل جدا، وإحنا مش فاهمين دينا، وإحنا كل مرة بنقول نبوس أياد الخلق يا رب نفهم دين. يقولك السحر موجود في القرآن. طب لو شاطر قول لي موجود فين؟ يعني الزمن اللي بتستشهدوا بيه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أولها الآية في سورة البقرة: تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. عهد وزمن سليمان. ريمبر يا أخويا إنك في ملك محمد نوت سليمان. صيام العشر، مفيش حاجة في الدنيا اسمها صيام العشر، مفيش. في حاجة اسمها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله في من أيام ذي العشر، مفيش حاجة اسمها صيامه. انت حد مأجرك عليا يا بيت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. لا طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى انا ظلمت البيت؟ حرامين اتنين واربع حرامات وتمانين حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعه يا بيت، اشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي، الواد يشوف عياله يا حبيبتي. وسيبك من اللي راح بقى، مدام طلقتوها وعرفتوا تشتكوا، لكن يشوف ولاده وولاده يشوفوه، لا يكبروا ولاده ويقولوا لك خد يا جده زينب كده تعالى ما ابوسك، وتيجي مقربه عشان يبوسك يجي واخدك بالبنيه موقع سنانك في حنكك اللي هو بقك يعني بالموضه.